ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فجرت المغربية بسمة بوسيل يوم الجمعة مفاجأة كبرى من خلال الإعلان عن انفصالها عن تامر حسني بعد زواج دام 8 سنوات وأثمر عن 3 أطفال. وكتبت بوسيل عبر حسابها على الإنستغرام: لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فرقة لي أي صورة. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أنا أي حاجة. بالتوفيق للجميع. وتجدر الإشارة إلى أن تامر وبسمة تزوج في 2012 بعد قصة حب، وأثمر هذا الزواج عن 3 أطفال هم التالية: وأمايا وآدم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.